اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب بمحمود وليد نجم الفريق ونجم النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي والفريق الاول اللي انضم لنا في الاستوديو. اهلا بيك. منورنا. الاول مبروك على الانجاز الكبير، حاجه جميله تشرف. هسالك سؤال واحد ما سالتوش عن المون، وانت رايح راكب الطياره هنا وبتربط حزام الامان عشان طيارين، فكرت ان احنا ممكن نوصل قبل النهائي؟ احنا الكوتش قال لنا من واحنا رايحين مفيش حاجه مستحيل. احنا ما فكرناش في نص النهائي، حتى كنا بنفكر في اعلى من كده. بس يعني الكوتش طبعا هو اللي كان حاطط الفكره دي في دماغنا ان احنا ممكن نعمل اي حاجه، مفيش حاجه مستحيل يعني. ف بس يعني الحمد لله احنا تعبنا يعني، والحمد لله وصلنا. يعني انت وانت رايح، انتوا رايحين عشان الانجاز ما جاش من فراغ. احنا كنا عاملين حسابنا على الاقل اللي هو نعمل حاجه اللي هو ما اتعملتش، اللي هو ده اللي كان في دماغنا. طبعا هيوصل فاينل وكده، دي بعد لما وصلنا طبعا سيمي فاينل وبتاع، قلنا خلاص ممكن مفيش حاجه مستحيله. ليه ما نوصلش فاينل؟ وليه ما نكسبش؟ ليه مفيش حاجه مستحيله ما دام احنا وصلنا للسيمي فاينل؟ ليه يعني ليه ما نكسبش؟ طب قول لي، هل البطوله دي فيها القاب شخصيه حصلت؟ يعني مثلا احسن لاعب، احسن حاجه، ولا كان فيها حاجات فيها كان فيها خلينا اقول انه كان حامل اللقب كازاخستان زي ما انت قلت قبل كده، وانت نازل بتلعب دور الثمانيه ضد كازاخستان. انا هركز على الماتش ده، مش هنخرج براه. الماتش ده بطل عالم سابق، وانتوا بتلعبوا معاه في دور الثمانيه، للاسف بتصطدموا بيه في دور الثمانيه. عملتوا ايه؟ احنا بصراحه يعني احنا داخلين طبعا كنا طبعا سيمي فاينل وبتاع، وسوري كوارتر فاينل وكده، فبرضه كان عليها ضغط كل الناس. اتفرجتوا عليها؟ اتفرجتوا على اللعيبه دي؟ طبعا اتفرجنا. وطبعا كابتن احمد جمعه، كابتن احمد جمعه عمل سكاوتنج، كان فرق ده الماتش يا كابتن ولا لا؟ مش هو بيلاروس. ماشي، ده بيلاروسيا. طب قول معايا يا كابتن. طب اتفضل قول عملتوا ايه. كابتن احمد جمعه طبعا فصص لكم اللعيب. طبعا جاب كل اللعيب وكل ميزه لكل واحد فيهم. وطبعا احنا طبعا كابتن ياسر قال لنا المفروض نعمله، اللي هو طبعا ان هو ازاي نوقف كده وازاي نوقف كده وبتاع، شرح لكم كل حاجه. والحمد لله يعني دخلنا ونفذنا يعني، والحمد لله. ده ماتش دور الثمانيه اللي هو كازاخستان. ده ماتش ده كان اكتر لعيب فيهم اني واحد يا كابتن؟ كان اللي هو اللي هو 21 ده كان شويط. 21 ده كان جامد، كان هو اللي كان ماسك عبد الله النصر. هو اللي كان ميس ماتش دي. طب قول لي يا كابتن، اتعاملت مع الماتش ازاي يا كابتن ياسر بقى؟ والله انا هقول لك على حاجه. انا يعني قارنت العناصر اللي موجوده معايا كلعيبه وامكانيات قصاد فرقه كازاخستان. لقيت ان احنا تحت الباسكت الجيم لازم يخلص تحت الباسكت انسايد، عشان عبد الله كمان لعيبتنا بيعملوا تحت الحلقه. وهو مؤدي بطوله كويسه وعنده ثقه في نفسه عاليه جدا، غير ان احنا عندنا محمود وليد كمان درايفر جامد جدا، عالي جدا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه للاهلي يا رب وللنادي. ومؤمن عنده شوطه 3 بونت يعني نسبه عاليه جدا، واحمد ياسر ريحان. فالتيم كان يعني انت شفت ان احنا انديفيدوال احسن احنا ونقلت ده للعيبه. انا قبل البطوله قعدنا نتفرج. بص الروح يا كابتن، بص الروح. لا لا الله اكبر، رجعوا لي اللقطه دي تاني يا جماعه معلش. الله اكبر عليهم يعني. الاربع لعيبه دول حتى بالبنات اللي كانوا موجودين معانا، انت اللي هم كانوا معانا بيشاركوا في نفس البطوله، روحهم عاليه جدا. كانوا واقفين ورا الولاد بطريقه غير طبيعيه. مصر كلنا مصر، ولادنا باسم مصر، دي حاجه كبيره كلنا جدا. كلنا مصر يا جماعه. فاحنا كان عند من الاول كنا شايفين اللعيبه احنا هنقدر نعمل ايه. وهم عندي لعيبه، الاربع لعيبه دول. انت مش اتضربت يا محمود في الكوره دي؟ ما خدتش غير فاولين في الكوره كلها. لا ده ناقص بقى يعني، انا شايف كل الضرب فيك. يعني كوره زي دب او خد لك كتفين على كوع. لا والله العظيم ده حاجه مأساة. لا فهم، لا الولاد عندي الله اكبر عليهم يعني، امكانياتهم البدنيه والمهاريه والاعداد بتاعهم كان كويس. انا عرفت انتوا كسبتوا لك، الثقه فيهم، ثقتك فيهم نقلتها لهم وخليتهم يصدقوا. هم على قدر من المسؤوليه بصراحه يعني. انا يعني اذا كنت نجحت فنجحت بيهم. ربنا يكرمك يا كابتن، جميل الله جدا وروح يعني. جميله. وخلينا اجي لك بقى محمود في حته بقى مهمه، الدرجه الاولى. انا حضرتكم تمرين اول امبارح، كنتوا بتفرموا في بعض. طبعا الفريق كله طبعا السنه دي كله عايز ياخد البطوله طبعا ويعوض السنه اللي فاتت، فكله غالل من الاول طبعا عشان يعني اللي هو ان شاء الله يعني ان هو نحسن شكلنا عن السنه اللي فاتت. انت مع الجهاز الفني الجديد طبعا مستر اجوستي ولسه هو متولي المسؤوليه الجديده، حاسس بايه في التمرين؟ يعني قول لي ايه الجديد اللي انت حاسه، او اللي انت حاسه مختلف شويه؟ هو طبعا احنا بنتدرب يعني بنتمرن عادي وكلنا كويسين. وهو طبعا كابتن اجوستي يعني ما شاء الله يعني برده دماغه في الباسكت كويسه جدا.
وبس يعني. فاحنا برضو بنتعب يعني، وان شاء الله السنه اللي فاتت تتعوض يعني. اكيد ان شاء الله. ومعانا على التليفون احد نجوم الفريق واللي كابتن ياسر ابو الفتوح الحقيقه شكر فيه جدا، والحقيقه واحنا كان نفسنا يبقى معانا بس هو في اسكندريه طبعا مع اسرته. معانا احمد ياسر ريحان احد نجوم هذا الفريق. اهلا بيك يا احمد. الو احمد. الو ايوه اهلا وسهلا. تعالي يا احمد مش معانا. الو الو ايوه احمد ازيك، الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني عايز اقول لك اديت اداء رائع يا احمد، وكنا نتمنى تكون معانا النهارده يعني، بس الحقيقه بنوجه لك انا من قناه نادي الاهلي كل التحيه وبنقول لك الف مليون مبروك يا احمد. شكرا والله الله يبارك فيك. كان نفسي ابقى معاكم برده النهارده. طب يعني روحكم كانت حلوه يا ابو حميد، وكان يعني في ترابط وتلاحم بينكم من بعض، كلمني عن الروح، وكان ليه الروح دي ليها دور في الانجاز الكبير اللي عملتوه ولا لا يا احمد؟ طبعا الروح كان ليها دور كبير جدا. احنا الفرقه دي مع بعض من ايام منتخب ال 16 يعني بتاع اللي كسب افريقيا، فاحنا بقالنا كتير قوي مع بعض وحافظين بعض يعني. وخليني اقول لك يعني وانت رايح يعني، يمكن سالت محمود وليد نفس الكلام وسالت مؤمن، وانت بتركب الطياره يا ابو حميد كنت عندك يعني احساس او عندك رؤيه ان احنا ممكن نوصل للي احنا وصلنا له في البطوله دي يا ابو حميد؟ والله انا شايف ان احنا كلنا كنا شايفين ان احنا نوصل حاجه كبيره قوي البطوله دي. كنا نفسنا ناخد اول ونوصل، وكنا التارجت بتاعنا دايما ان احنا نوصل للفاينل، بس قدر الله ما شاء فعل يعني، بس خدنا رابع برضه. عايز اقول لك لا ده انجاز كبير، اوعى تستقل باللي انت عملته ده انت كل مصر فرحانه باللي انتوا عملتوه يا حبيبي. اه طبعا. وعايز اقول لك كمان انه انتوا الجديد فيكم يا ابو حميد ان انتوا عايزين، يعني انا اللهجه دي واللغه دي يعني عجباني فيكم يعني، فحافظوا عليها يا ابو حميد. اه ان شاء الله طبعا. طب قول لي يا ابو حميد انت يعني طموحاتك ايه في القادم؟ يعني انت بتلعب طبعا في نادي سبورتنج المحترم اللي خرج لعيبه كتيره كويسه ولعيبه منتخبات مصر، طموحاتك ايه يا ابو حميد؟ نفسي طبعا السنه دي نعمل حاجه في الدوري ان شاء الله في نادي سبورتنج، ويعني ان شاء الله احلامي كبيره شويه ان انا اتاخد ان شاء الله في منتخب الدرجه الاولى. بس الكبير بيحلم احلام كبيره يا ابو حميد، فانت لاعب كبير واكيد احلامك كبيره، يعني مش لاعب كبير في السن، لاعب كبير في الفنيات طبعا، المستقبل قدامك والعمر قدامك ان شاء الله يا ابو حميد. طب قول لي يعني مين ماسك الاعلى، عايز تبقى زي مين يا ابو حميد؟ والله يعني زي كابتن احمد منير مثلا، كان ايقونه كبيره في نادي طبعا دولي. طبعا اسطوره كبيره و... ولعبت معاه الحقيقه، ومن احد اللاعبين طبعا المميزين، ان شاء الله تبقى زيه واحسن، واكيد هو يتمنى لك كل الخير يا ابو حميد ان شاء الله. احمد ياسر ريحان لاعب نادي سبورتنج ولاعب المنتخب 3-3، بشكرك شكرا جزيلا. محمود يمكن اجي لك، الروح حلوه ويعني ما شاء الله، وفي طموحات وبتتكلم يعني كلكم بتتكلموا نفس اللهجه. في اراده يا كابتن ياسر. نفس اللهجه. في اراده يا كابتن. في الاراده دي حاجه صعب تلاقيها في لعيب بسهوله يعني. دي نمط تاني في التفكير في الرياضه. ان انت ما عندك اراده ان انت تحقق حاجه مستحيله عمرك ما كنت تقدر توصل لها وصلت لها. او على الاقل حاولت توصل لها. يكفيك شرف المحاوله يعني ان انت توصل للنقطه دي. انت ده مش شرف المحاوله يا كابتن، ده تمثيل رائع. انا بكلمك نجاح يعني كبير. انا بتكلم على يعني التحدي النفسي اللي هم كانوا فيه. صحيح. انا بشفق عليهم كمان يعني، انا كمدرب، انا قبل الماتش السيمي فاينال انا قاعد لكم في عونهم هم هيعملوا ايه. هم برضه طبعا انت بتتكلم في 18 سنه يا كابتن عايز يعني، ما بالك 18 سنه دي يعني برضو حته مش كبير في السن عشان يبقى لسه خبراته هم. لا بس هم عندهم خبرات. لا كباسكت بول خبرات مواقف انه يلعب قبل نهائي بطوله العالم. لا اسبيريت دي محتاجه بقى طبيب نفسي يقعدك ويحطك على اول الطريق. هي دي الحاجات اللي هي. طب خليني بقى كابتن نروح للمواقف الطريفه بقى للجمهور بيحبها. محمود بقى سيبك من كوتش قاعد يديني موقف طريف حصل كده، بس بص افتح لي قلبك هات لي من جوه. الكابتن عارف هتقول ايه؟ ليه كده؟ معلش لما ما سلمتش على الراجل الاسرائيلي ولا لا لا مش قصدي على دي، انا قصدي على الموقف كوميدي. لا موقف كوميدي يعني مثلا حاجه حصلت كوميديه، حاجه حصلت بتاع يعني، قول لي مثلا انت بعيد عن الماتشات خالص. بعيد عن الماتشات. حصل حاجات كتير يعني، بس انا مثلا احنا كنا يعني كنت قاعدين في اوتيل كان بعيد. الاوتيل كان لا كان ربع ساعه 10 دقائق. بس يعني احنا كنا كوشي كان معانا في الاوضه طول اليوم يعني، ما كناش بنعمل حاجه. رحت اشتريتوا حاجه، عملتوا حاجه، موقف طريف حصل في الاوتوبيس وانتوا رايحين. طب قول يا كابتن ياسر. قول يا كابتن.
هم مثلا راحوا بعد الماتش ما خلص بتاعنا، فهم كان قعدنا بقى طول النهار في الملعب طبعا، فرجعوا فطبعا هم طلبوا بيتزا، فعلى كل طلب بيتزا بيج وطلب سمول، فهم اكتشفوا ان الاحجام اللي موجوده في اوروبا غير الاحجام بتاعتنا، فتقريبا البيتزا هي طبعا جايه كبيره قد كده، فالراجل السواق مستغرب ان احنا طالعين بالحجم ده وهنضرب ده ازاي الباص، فهو خايف انها ما تخشش، فهو قاعد يساعدنا، فالناس قاعده تضحك يعني. هو الاحجام البيتزا هناك كبيره، بيج يعني، احنا عندنا الكبيره والكبيره واحد، على قد ديب واحد يعني، فضربنا على السايز المصري. وهم بصراحه لطاف جدا ويعني كانوا اسره بصراحه يعني، هم والبنات على قدر من المسؤوليه. انا يعني بصراحه قلت لهم انا فخور بيكم ان انا قاعد في وسطكم، وانتم فعلا حاجه مشرفه جدا. بس عايز اقول لك كابتن، انا كان السفر معاك وانا بلعب، واحنا مسافر مع بعض في المنتخبات، كان السفر معاك حلو. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل لقائنا مع طبعا رابع العالم 3-3 كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. محمود اجيلك السنه اللي جايه ان شاء الله، انت تصعدت سيف كابتن اشرف توفيق صعدك واعتمد عليك انت ومجموعه كبيره، سواء مؤمن انت، عمرو زهران، مالك ابو الفتوح، اعتمد برضو على كمان عبد الله ناصر. انتوا السنه دي اكيد هتاخدوا خطوه قدام، جاهز ان انت تشيل مع الدرجه الاولى؟ جاهز لده؟ طبعا يعني هدي اقصى حاجه عندي طبعا، هو الكوتش هو اللي يشوف الموضوع ده يعني، لو اديت اقصى حاجه طبعا الكوتش بيدي اللي يتعب، وان شاء الله يعني لو جات لي الفرصه يعني احاول امسك فيها ان شاء الله. مستنيها طبعا ان شاء الله. خلي بالك دي مهمه يعني، اللاعب لما يبقى نفسيا مستني الفرصه عشان ياكلها، انت جاهز لده؟ طبعا. انت هادي على فكره بشكل كبير، انا في الملعب ما ببقاش فاهمك، انت هادي قوي، بس انا هو عنيف من جوه. ايوه لا عنيف، هو هادي من بره، بس هو فايت جدا في الملعب. أيوة فايتر جدا هو في الملعب. هو فايتر بس هو بره الملعب تحس ان هو يعني اول مره اتكلم معاه. بس انا من اللعيبه اللي بحبهم يعني، انا من اللعيبه اللي بحبهم ليه؟ لان انت لعيبه، انا بحب اللعيبه اللي بيلعبوا قوه، ما عادش في مجال. لا محمود كان مؤثر جدا معنا في ال 3-3 بصراحه، انا شايفه عمال يطلع. لا بجد والله يعني برضه بتاعه عمال يعني عنده روح المحارب طول الوقت يعني في كل كوره، ودي حاجه كويسه جدا للعيب يعني في البوزيشن بتاعه يعني، اعتقد ان دي طب حاجه. طب شايف يا كابتن اللعيبه دي تلعب في الدوري الاولى دلوقتي؟ الثلاثه اللي كانوا موجودين طبعا وقت كابتن مع المجموعه اللي موجوده معاه دي، ما اقدرش انا يعني، لا يعني عندهم الامكانيات، مش قصدي فنيا، ده مؤهلين. انا احترمك جدا في ردك لان طبعا انت فنيا مش هتدخل، لكن انا قصدي فنيا هم مؤهلين اللي هم مؤهلين، هو ده سؤال بس كده. بس دي درجة على رؤيه طبعا الجهاز الفني. احنا بنقول يعني طبعًا. ان الولاد دول خلاص استووا يعني، انا قصدي من وجهه نظرك راجل، خلي بالك البطوله ديت اللي هم لعبوها اللي هي 3-3 دي، هيرجعوا اي خبط واي رزع فيهم مش هيحسوا بيه. الاتليتيك بتاع اوروبا الاوروبيان اعلى مننا بكتير قوي. محمود بيضحك. لا هو جاي راجع يعني كل حته جسمه بتوجعه طبعا، ضرب وطلطيش تاني، دي برضه خبرات. بعد كده اشوفك بتعترض على الكفاره بتصفرلك. انا بقول لك اهو كابتن ياسر هيقول لك افتكر. انا قلت له الكلام ده في مصر، قلت له خلي بالك انت هتروح هناك وهيحصل كذا وكذا. حصل كلامي ولا لا؟ حصل. مفيش السفاره دي مش موجوده. بص يا كابتن صوره زي دي، بص ايد المدافع فين. لا دي ده اكتر من كده يعني، انت ممكن تشوف تيشيرت بيتشد بس مفيش سفاره. يا خبر ابيض يا جماعه، ده حاجه يعني جو جديد، انا نفسي ما كنتش اقدر العب في حاجه زي كده. لا هتصدق يعني هتصدق. بس خد بالك انا بشوفكم في الملعب بتلعبوا 3-3 كتير قبل التمرين. قبل صح التمرين شوفكم بتهزروا وبتاع، دي برضو دي خبرات برضو. خلي بس دي رولز، بس برضو الرولز برضو مختلفه جدا. بس سيبك من الرولز، الجو اللي انت بشوفك انت ومؤمن مقسمين وبيجيب معاكم عبد الله ناصر وتقعدوا تهزروا وعبد الله يطلع شوطه تمنت. بشوفكم في الملعب بتعملوا كده صح. فده اداكم برضو خبرات. يعني بنعرف نعمل يعني 3-3 يعني. بالظبط يعني انتوا خدين من النادي برضو شويه خبرات. وانت من ولاد النادي الاهلي يا محمود. يعني من الاول صغرك المدارس البدايه يعني ميدين اهلي بيور، ما جتش من نادي تاني ولا اي حاجه. انا بسالك، انا طبعا عارف بس لازم الساده المشاهدين. طب قول لي بقى، مين اللي تعب معاك اكتر، بابا ولا ماما في قصتك دي؟ والله الاثنين يا محمود. والله الاثنين بيتعبوا معايا جدا والله، مش عارف اعمل حاجه من غيرهم طبعا والله. بس يعني هم ادوني كل حاجه يعني الحمد لله، ووفروا له كل حاجه، مش ادوا له كل حاجه. في اختلاف في الوفروا لي، قصدي وفروا لك. محمود ده اول زور اعلامي، فطبعا معذوره يعني ويطلع حاجات. طب يعني كان هم الاثنين بيجوا معاك التمرين ولا ممكن ماما اكتر بابا؟ هم كانوا يعني موضوع التمرين ده كانوا بيجوا وانا صغير، بس هم خلاص يعني انا اللي هم خلاص اللي هو انا المفروض خلاص كبرت يعني، اللي هو اعتمد على نفسي مش محتاج يعني.
طب وانت ليك اخوات بيلعبوا باسكت؟ لا ماليش اخوات. ليا اخويا صغير مالك في المدارس الاهلي دلوقتي. لسه صغير في سن كبير ما شاء الله. شايفك بقى بتاخده معاك بتعلمه بتاع. اه ساعات بقى ساعات باخد العب معاه وبتاع. انت في سنه كام؟ انا دلوقتي اولى جامعه. طالع اولى جامعه. طالع اولى جامعه. خلصت ثانويه عامه؟ طالع اولى جامعه. خلاص دخلت بقى لمرحله الجامعه. خلاص بقى يا باشا تعالى بقى على على بقى الجامعه والشغل كله. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. ان شاء الله. كابتن ياسر قبل ما يعني طبعا ما ننهي حلقتنا لازم اسالك انت كمان طموحاتك ايه؟ يا ساتر ايه السكوت ده كله كده؟ بص هو الطموح يعني بالنسبه لي ان انا ابقى مدرب في ليفل اعلى من اللي انا فيه، ومش مستعجل ان انا اخد حاجه كبيره ولا اي حاجه. بالعكس انا طول ما بشوف حد زي محمود ومؤمن وعبد الله بيتحسنوا يبقى انا ده درجه من درجات النجاح بتاعي. نعم. اتمنى طبعا الواحد يبقى في حته احسن من كده شويه. ده توفيق من عند ربنا. كابتن نجم كبير ولاعب ومدرب. انا بشكرك كمان على اللقاء يعني وقناه النادي الاهلي على تكريمهم لينا وللعيبه، ودي حاجه شرف لينا وسام على صدرنا. شكرا على واجب يا كابتن. انتوا اصحاب زي ما بيقولوا الفرح، وانتوا اللي فرحتونا وعملتوا انجاز كبير. كابتن ياسر فتوح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك ونورتني وشرفتني. اشكرك كابتن ياسر. محمود وليد طبعا نجم مصر والناشئ الصاعد واعد، وبنتمنى لك كل التوفيق ونشوفك السنه دي ان شاء الله مع الدرب. ان شاء الله. شكرا يا كابتن. نورتني وشرفتني. اعزائي المشاهدين ده كان انفرادنا كبرنامج الابطال، ان احنا ابرزنا هذا الانجاز الكبير ويستحق المزيد والمزيد. والنادي الاهلي دائما ابدا بيقدم كوادر كبيره لمنتخبات مصر. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.